السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم طيبين، مبارك عليكم شهر رمضان. معكم ذا انفيزبل من كلان 21، نقدم لكم ويك 39 للتوب 20. الفيديوهات اغلبها القديمة، لان من زمان ما حطيت الفيديوهات الشباب، فلازم احطها ويعذروني الشباب، كنت مشغول شوي. معاكم كيلر من كلان فايبر، ذبحت ربع سي 4 في ميشن. مركز 19 راداري و اي فيكس بعد سمتكس. الثالث الرابع كذي. مركز 18 ايزي 777 وان شوت دبل كيل كوك سكوب. رقم 17 سعودي اكس فالكون. هذا المقطع شوي طويل، ان شاء الله يعجبكم. أخوانا من السعودية. إن شاء الله يعجبكم الفيديوهات والمقاطع والتوب 20، وإذا عندكم اقتراحات عن أي فيديو تبغون تشوفونه خبروني، طرشوا لي مسجات. إن شاء الله نلقاكم طيب. إذا في مشكلة في الفيديو خبروني بعد، أنا أصلحه وأعدله وأطوره. المركز 16 سي حمادة من كلان 21، لعب ميشن سيرجن دستروي واخر راوند يبي يذبح الثلاثة وفوق السكور يخلص الجيم بسرعة. وحش مقطع صغير، فاز على المقطع ذاك طويل. مقطع 15 من اليوم من كلان 21، طبعا دي 15 فيا اما التقى بالسكور مركز 14 فايبر اركيو اس تي اف من كلان 21، لاعب تيم ديث ماتش. يمشي بسرعة كان كل حد يصير وياخذ مالتي كان مركز 13 اي دي كيلر كان 21 هذا مقطع ثاني نفس الماب. مركز 12 بوس 28 يو اي اي. مو لازم اعلق على كل شيء. هذا عنده بوب كورن شباب. ان شاء الله عليه بوس. ماشي
ستة لازم الضربات. مركز 11 مجرد كلان 21 يلعب في ماب زون. بعدين واحد تلو الاخر مركز 10 جسوم 93 كان في 21 يلعب في الهيد مشين جن ويقطعهم واحد ورا الثاني ما شاء الله عليه يا ابني ازلاح تعجبني المقاطع الصغيرة لا تسوي مقاطع طويلة. مركز 9 لورد اوف ديث كان في 21 سلام. رابع سيرش اند دستروي كله كوكسكو فوز فريقه ما شاء الله عليك. مركز الثامن دينجر رايدر يلعب في ريزيستنس وبعد سنايبر هذا المقطع فنان صراحة زعيم 360 كوسكسو. مركز السابع فوكس 898 من كلان سموك يلعب سيرت اند ستروي الثاني الثالث الرابع ما شاء الله عليك راح يكمل فهمتي الخامس هذاك روى مكانه ضرب ما عنده زين عرف مكانه والسادس ما شاء الله عليك فريق كامل. المركز السادس حمودي او اخو حمودي يعطون مواقع انا احطها بالضبط هي ما اعدل فيها ولا شيء فاذا كان المقطع اكيد كان اوكي الفيديوهات اللي اشوفها واحاول ما اكرر حق صاحب نفس الفيديو ما شاء الله يلعب سجن سروي لعيب. المركز الخامس يو اي شارك من الكلان انا المركز الرابع دايفرجن من كلان زورو انا ما اعرف اذا هذي كلانات او انهم كاتبينها كذي انا بس اقول اللي كاتبينها في نفس الفيديو نفس مقطع الفيديو. هاي عجيب شوف كده نفس الجيم وحش. المركز الثالث وحش مدريدي كان 21 ما شاء الله وحش.
الحين عندنا بطولة في 21 في رمضان سنايبرات. أول تحدي تحديته هو وحش مدريد يقطعني ما شاء الله عليه لعيب. المركز الثاني اي وولز سنايب، بس طبعا ما خلصنا الدوري، تدور اول دور وطلعت انا مسكين. الاول المباراه النهائيه بتنعرض ان شاء الله، بحط لكم اياها في كلان 21 برودكشن مشاهد عليكم. اخر بطوله كانت بين فوكس وداركنس، والبطوله مش موجودين ولا واحد. شوف بطل جديد. الله عليك هاي وولفز تقريبا نفس المستوى. سلام عليك. يا ستة. والمركز الأول أبو عسكور من كلان جود. صح أنا برايفت بس مش تمثيل، عارفه يبين عشان شي عيبتني وايد ما اعرف كم ولا تقولي 360 ولا ما اعرف كم، بس يستاهل المركز الاول صراحه فنان. ان شاء الله يعجبكم الفيديوهات هذه، واخر مقطع عندي بونس مع مستر العاب قطر. اي هذا المقطع الجديد هذا الرسبون طلع مع بعض. فان شاء الله تعجبكم الفيديوهات وسووا لايك وسبسكرايب وانشروها بلاك بيري ولا فيسبوك ولا تويتر. ان شاء الله نشوفكم المقاطع الجايه ان شاء الله، وهاي مقاطع عندكم طيفوا كلان 21 برودكشن في السوني وطرشوا لي رقم الفيديو. وفالكم طيب.